كاين الآن 5 مراكز تكوين مهني متخصصة في التكوين المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعني لاحظنا كذلك أن ذوي الاحتياجات الخاصة ينجحون كثيرا في التكوين المهني لأنهم عندهم هم ثاني الإبداع وعندهم يقدروا يعني يتألقون وينجحون في بعض المهن، وبهذا المهن نستطيع مساعدتهم يعني باش يكون عندهم منصب عمل، باش تكون عندهم نهار آخر يعني مهنة يقتاتون منها، وهذا أحسن شيء يقدم وأحسن خدمة تقدم ذوي الاحتياجات الخاصة. ارتأينا أن نعطي هذا يعني النشاط وهذا الخدمة لهؤلاء الأطفال اللي كما قلت من حقهم الإدماج، من حقهم الرعاية، من حقهم أن يعيشون ككل المواطنين، من حقهم التواصل والاتصال عبر تكنولوجيات الاتصال كذلك.